والآن فيه لأخونا الدكتور أحمد النفيعي كلمة مختصرة يبي يلقيها، بنقول مرحبا يا شيخنا الغالي اللي جهودك طيبة، الله يحفظك ويوفقك. كل ما دعيت لبيت وجيت، نفعت المسلمين، الله ينفع بك الإسلام والمسلمين ويوفقك، متعك بالصحة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وبعد كلمة الشيخ علي المري الله يحفظه، ما أن مجالنا نتكلم، لكن الله من باب المشاركة، وإلا فالشيخ كفى ووفى الله يحفظه ويطيل في عمره على الطاعة. هذه الكلمة مختصرة، أوصي نفسي وأحبابي وإخواني بوصايا على الله أن ينفع بها القائل والمستمع. الوصية الأولى، الوصية بتقوى الله جل وعلا، وهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وحقيقة التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. فالمتقي حقا إذا جاءه الأمر من الله جل وعلا بادر إليه، وإذا جاءه النهي من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم ابتعد عنه غاية الابتعاد. إذا فعل العبد ذلك كان من أولياء الله الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا اتقى العبد ربه جعل له الله جل وعلا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، كما قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذا اتقى العبد ربه قاده تقواه إلى جنات النعيم، كما قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الوصية الثانية، الوصية بتحقيق التوحيد لله رب العالمين، التوحيد الذي من أجله خلق الله الثقلين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، التوحيد الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت التوحيد الذي هو مبتدأ دعوة الأنبياء والمرسلين، ولذلك كل نبي أول ما يبتدئ دعوته يدعوهم إلى توحيد الله، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فعلى العبد أن يحقق التوحيد لله رب العالمين. وتحقيق التوحيد يكون بثلاثة أمور: الأمر الأول أن يحرص العبد على الأوامر التي أمر الله بها جل وعلا وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن يحرص العبد على المستحبات ويبتعد عن المكروهات. الأمر الثالث أن يبتعد العبد عن الأمور المشكلة والتي بها بأس والأمور التي فيها شبهات. إذا فعل العبد ذلك كان ممن حقق التوحيد ودخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأمر التوحيد من الأمور العظيمة، بعض الناس الآن يتساهل فيه ويظن أن الأمر سهل، يقول كلنا موحدين وكلنا على خير وكلنا على التقوى. هذا أمر خطير، لابد للعبد أن يحذر من الشرك، لأن المحقق للتوحيد لا يحققه إلا إذا خاف من الشرك. التوحيد هذا قد يذهب كلمة واحدة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك كان في آخر الجيش أقوام قالوا: ما رأينا مثل أصحابنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فسمعهم أحد الصحابة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إليه وإذا بالوحي قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا الرجل إلى رسول الله يعتذر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه وإنما يجيبه بقول الله جل وعلا: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، بكلمة واحدة. وذلك يقول ابن عمر: والله إني كنت لأنظر إلى هذا الرجل ماسك خطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وقل يا رسول الله إنما كنا نلعب نمزح يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه، قال كلمة أوبقت دنياه وأخرى. والآن بعض الناس يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال، يأتي بها من باب المزح مع التواصلات الاجتماعية ولا ينظر إلى أبعاد هذه الكلمة، قد تكون هذه الكلمة هي التي توصلك إلى نار جهنم. لابد الإنسان ينتبه، التوحيد صافي من أصفى ما يكون ويخدشه أدنى شيء، فعلينا أن نحذر مما يخدش التوحيد وينقص كماله الواجب. الوصية الأخيرة: أوصيكم ونفسي
بلزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فعلينا أن نحرص على لزوم الجماعة، وأن نكون يدا واحدة مع ولاة أمرنا فيما يحقق الأمر الذي فيه خير العباد والبلاد. هذا ما يتعلق بهذه الكلمة، وأسأل الله جل وعلا في ختام هذه الكلمة أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. هذا الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.